انتهى يوم مهم وبقي الأهم. انتهى الاقتراع وتبقى ما بعده، تسابقة النسب مع الطموح لكن لم تسبقه حتى الآن. تسابقت الهمم وأخذ والدوافع وكل ناخب حقه دون مانع. 24 ساعة ونتعرف على الخارطة الجديدة لسنوات أربع، ولا تأخير ولا مداولات بحسب المفوضية صاحبة الشأن والصلاحيات الأوسع. التفاوت في المشاركة حضر بين محطة ومحطة، أما الأخطاء فكانت قليلة ولم ترقى إلى أن تسجل بوصفها غلطة أو زلة. حكومة تصريف الأعمال قالت إنها حققت المطلوب، أما المرجعية فقبل هذا وذاك قدمت النصح وأرشدت الناخب إلى المستقيم من الدروب. المراقبون الدوليون انتشروا في كل أنحاء الدولة كي يشخصوا الأخطاء، كتبوا التقارير وتنقلوا بين المراكز، وخلال 30 يوما ستكون بياناتهم قيد الانتهاء. عبرت الانتخابات بوضوح تام عن آراء الشعب، ويؤمل منها أن تصنع تغييرا يجلب الراحة ويزيح التعب. من اشترك كان لحكومته وبرلمانه صانعا، ومن امتنع فليس ثمة سبب حال بينه وبين الصندوق أو مانعا. كل ما يمكننا قوله العاشر مضى، أما ما بعده فلن يكون إلا لاحقا أو تابعا.